ذكرت شرطة عمان السلطانية في حسابها عبر تويتر بأن حادث تدهور مركبة مخصصة لنقل الطلبة بمدرسة بنيابة الجبل الأخضر تسبب في وفاة 3 طلاب وإصابة 9 آخرين، تم نقلهم إلى مركز صحي الجبل الأخضر ومستشفى نزوة. بلدية مسقط بالسيب تنوه أنها بصدد تنفيذ الحكم القضائي ضد أصحاب المنازل التي تقوم بتسكين عزاب في الأحياء السكنية بدون تصريح مسبق من البلدية، وذلك بعد انقضاء المهلة الممنوحة بالحكم الصادر. وتهيب البلدية المخالفين ضرورة تصحيح الوضع وإخلاء موقع المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام. الشيخ حمد بن حمدان البلوشي يهدي المتحف الوطني جواز سفر دولة إمامة عمان الصادر في الدمام بتاريخ 5/2/1970 ميلادي ويحمل الرقم 7000.